زكي واش كنقول بان التعادل تيخدم مصالح الوداد اليوم، واش اولا الوداد تستاهل التعادل اليوم؟ وكنظن كيف داز الشوط الاول والشوط الثاني فالتعادل كيخدم مصالح فهو منطقي نظرا لسيطره الشوط الاول ديال فريق الوداد واللي ضيع عده من الفرص واللي بذل واحد المجهود كبير في ديك الحراره اللي كانت. الشوط الثاني شويه فقدنا لافريشور وفريق الجيش الملكي تنظم وبدا كيدير دي كونتر اتاك اللي كانت صعيبه وصعيبه بزاف اللي كنا ادوا الثمن تاعها. على العموم فالمباراه كانت مهمه ونقطه امام الجيش في الظروف اللي كاينه فهي مهمه في انتظار المقابله المؤجله الاخرى اللي ربحناها غنولي دوزامين. واش كانوا بلا الوداد باقي انها طمع انها تفوز باللقب اليوم بهذا الموسم؟ ولا اللي غندوي على اللقب، اللقب فقد المصداقيه تاعو، فقد التنافسيه تاعو، لان البطل ديال السنه دي هما الحكام. وبالنسبه للمباراه المقبله ديال الوداد يعني في كاس العرب كيفاش كيشوفها سي بدو زكي؟ المباراه غتكون مهمه مادام خطينا خطوه عملاقه في المباراه ديال الذهاب اللي تعادلنا بواحد لواحد تما، كنا عارف فريق الصفاقس فريق اللي هو ماشي سهل عنده تجربه وكيلعب حسم الميدان تاعو خارج الميدان، ولكن الاصابه اللي شفنا تما غتقول كلمه تاعها ان شاء الله لان عارفين كيفاش نلعبوا مع الفريق ديال الصفاقس هنا. بدو زكي شكرا، والان عوده مع الزميل هشام فرج.